موسى عليه السلام لما كان يريد الله سبحانه وتعالى أن يربيه رباه في قصر فرعون، والسبب في هذا أمور. أولا لكي لا تتأثر نفسه بالظلم الذي هو واقع على قومه، وتصبح نفسيته ليست نفسية مظلومة فتتصرف تصرفات غير محسوبة. فهذا يفهم منه أنه دائما نهيئ للناس أرضية الفرح والسعادة والخير ليقدموا عطاء. نعم، وكذلك للأب والأم عند تربيتهم لأبنائهم، فإنهم يربون لا يربونهم على الشدة، وإنهم يربونهم على الإقناع وعلى تلبية حوائجهم، وليس مع ذلك تلبية كل حاجة، وإنما لكي يشعر الابن بذاته وبرأيه في هذا الأمر. ولهذا رب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام في بيت فرعون حيث العز الذي كان فيه فرعون. هذا الأول. والثاني؟ الثاني أنه لم يحرمه من حنان الأم، رددناه إلى أمه. سبب في هذا أن تركيبة النفس البشرية تحتاج إلى هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من تربية الله سبحانه وتعالى لما توفيت أمه جاء جده فحن عليه، ثم جاء عمه فحن عليه، ثم خديجة زوجته فحنت عليه، لأن هذا مكون أساسي من مكونات النفس، ولهذا ينتبه الأب والأم لهذا الشيء. قد يكون في السابق لم يكن هذا معيار، لكن الآن في هذا الزمن الذي انفتحت فيه القنوات والشهوات وانفتحت فيه هذا الأمر، يصبح الابن له ملاذ غير الملاذ الحقيقي فينخدع به في بداية عمره، فلا بد من هذا الأمر. يعني هو زي الجوعات البشرية، مثل ما الإنسان يعطش يشرب يجوع فيأكل، هو بحاجة إلى الأمان، إلى الحنان، إلى الحب، فلازم يوفر في البيت. ويعني وهذا لعل شيخنا تشير إليه في أنه يجب على الأم والأب أن يجنبوا خلافاتهم الأبناء، حتى لو بينك وبين زوجتك شيء لا تحملوا الأبناء مسؤولية الضغط فينفجروا خارج البيت. نعم صحيح. وكذلك كان من موسى عليه السلام رب الله سبحانه وتعالى كي يكون مطلعا على واقع الذي يعيشه. جميل. والاطلاع على الواقع هذا هذا من أهم أسباب اتخاذ المواقف الحكيمة. رأيك. ولهذا الأب والأم حينما يريدون أن يأخذوا موقفا حكيما من تصرفات أبنائهم لا بد أن يكون اطلعوا على ما موجود في السوشيال ميديا وفي أدوات التواصل الاجتماعي الواقع هذا، لكي يعرفوا كيف يتعاملون مع هذا الأمر. المنع لم يعد أسلوبا من الأساليب الموجودة، بل لابد من الإقناع. فهي قيم تزرع وليست أجهزة تنزع. وكذلك أن يأخذ الدين بقوة لا بد أن يقتنع به، لأنك إذا اقتنع الرجل بشيء أو البنت بشيء فإنه يستطيع أنه يفعله لو كان لوحده. هذا الأمر. ولهذا رب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام في بيت فرعون لكي يكون مطلعا على هذا الأمر. بعد ذلك الدرس العقدي في هذا الأمر أن فرعون عبد الذي قال أنا ربكم الأعلى، بين الله سبحانه وتعالى ضعفه، أن الله صنع له عدوا في بيته وتحت عينه ولم يستطع أن يؤذيه. وكذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن الله ناصر أولياءه، وأن العاقبة لهم، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمكن لعبد مكنه، وليس هذا فيه أي اعتبار لأسباب مادية، وإنما الأسباب المادية تفعل اقتضاء لحكمة الله سبحانه وتعالى، وأما ما سواها فإنه لا بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا تنظر أن المصريين في عهد فرعون كانوا هم الذين بأيديهم مفاصل الدولة، وهم الذين عندهم السحرة والكهنة، وكان السحر والكهنة عندهم في فرعون كذا، مثل المناصب الدينية في الدول، ومثل مناصب القانونيين في الدول وغيرها، وكانت كل المناصب بأيديهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد عزا لبني إسرائيل لما تمسكوا بهذا الدين وحافظوا على ملة إبراهيم عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى جاء بولد من بأحد برجل منهم هو موسى عليه السلام، فرباه وهو وليدا صغيرا في بيت فرعون، ثم بعد ذلك مكنه في الأرض، مما يدلك على أن التمكين في الأرض ليس له علاقة بجنس، وليس له علاقة بطبقة اجتماعية، وليس له علاقة بشيء، وإنما علاقته بالتعلق بالله سبحانه وتعالى وبفعل الأسباب. جميل. كما هي سنة الله سبحانه وتعالى.